السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزرف لو نجم هذه السماء، فنواصل الحديث بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024. أصبح مباركي، سنة سعيدة، هابي نيو يير، بوناني. هذه السنة لكي لا نترك هذه الفرصة للطاغوت السلفي، لهذا الكهنوت، لأنه دائما يستغل هذه المناسبات لينشر خطاب الكراهية وليشوه الإسلام والمسلمين في العالم، لأننا أصبحنا لا نعرف إلا بالإرهاب. فلنوضح للشباب بعض الأمور لكي لا ينزلق. أيها الشباب، هذه سنة كونية، هذه سنة شمسية فقط، ليست للنصارى ولا للمسيحيين. هذا تأريخ بدأ بحدث ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. بدأ الناس يؤرخون بالسنة الشمسية، بدأوا يعدون السنين، والآن العالم كله يؤرخ بهذه السنة الشمسية. نحن كذلك بدأنا نؤرخ بحدث عظيم، وهو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فبدأنا نعد هذه السنين والأعوام بالسنة الهجرية، اللي هي سنة قمرية. هذه سنة شمسية ولا علاقة لها بميلاد سيدنا المسيح، لأن ذكرى ميلاد سيدنا المسيح هي 25 ديسمبر. نحن الآن نستقبل سنة جديدة، العالم كله يستقبلها والمسلمون كذلك، والطاغوت السلفي يريد أن يعزل المسلمين عن العالم، وهو يشوه الإسلام ويشوه المسلمين، ولذلك لن نترك له أي مناسبة. نحن قلنا بأن يجب أن ينتهي هذا الطاغوت السلفي، لأنه خرب الدين، ولأنه شوه الإسلام وشوه المسلمين، ولأنه هو الآن الذي بقي على وجه الأرض يفسد ويقتل وينشر الرعب والإرهاب يعني في العالم فقط، فهو اللي بقى. حتى أن في إيطاليا الآن وصلوا إلى درجة خطيرة جدا، أن بعض الأشخاص، سمعنا خبر من إيطاليا أن بعض الأشخاص هددوا الإيطاليين إذا خرجوا إلى الساحات العمومية. انظروا أين وصلنا، أنت تعيش في بلدهم وكساوك وصبطوك وشبعوك ووكلوك وجمعت الفلوس، وفي الأخير تهددهم بأن لا يحتفلوا. يعني انظروا، يعني هذه انظروا، هذا الطاغوت السلفي يعني راه مصيبة، راه كارثة. الشباب المسلم يجب أن تنتبه، أنت من ستضيع. أن احنا عشنا عصرنا، الله يجعل شي بركة، لكنك أنت ستضيع. لم نجد في هذا الكتاب ما يمنع المسلمين أن يسلموا على الناس وأن يجتمعوا بالناس وأن يأكلوا مع الناس وأن يتزاوجوا مع الناس كذلك وأن يبيعوا ويشتروا مع جميع الناس بغض النظر عن الدين. هذه علاقة البشر مع بعضه، يديرها كيف يشاء، فالله ترك له حرية الإرادة وتركها له. القانون الوضعي، الدولة المدنية، القانون الوضعي، أمور الله سبحانه وتعالى تركها للناس ينظمها كيفما يشاء. لا يتدخل الله سبحانه وتعالى في قانون السير في المدن، يقول لك بأن هذا الضوء الأحمر يجب أن لا يكون هنا أو حرام. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليذكروا الناس بأن هناك خالق، ولما الشخص يرتبط بالخالق على الأقل يعني ستنقص حدة الغابوية والوحشية عنده، لأن الإنسان طبعه كما قال توماس هوبس يعني طبعه ذئب. فيعني يرسل الله سبحانه وتعالى، يرسل الرسل، وكذلك قنن أشياء بالشرائع التي جاءت، بما في ذلك التوراة والإنجيل والقرآن. فكل الشرائع اللي قبل الإسلام كان فيها قانون كذلك، وكانت شرائع كذلك، وأن القرآن يقر بالتوراة في عدة آيات في سورة المائدة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل، وليحكم يعني أهل التوراة كذلك. والقرآن يقول وعندهم التوراة فيها حكم الله، ويقول وكتبنا عليهم فيها أن السين العين بالعين والسين بالسين، كذلك موجودة في التوراة ليس في القرآن فقط. هذا القصص. فهذا الكتاب لم نجد فيه شيئا يمنعنا بأن يعني ننفتح على العالم، لكن الطاغوت السلفي قطع المسلمين، يعني قطع الصلة وعزل المسلمين عن العالم، حتى أصبحنا لا شيء، حتى أصبحنا شوهة، حتى أصبحنا كارثة فوق هذا الكوكب.
أصبح العالم ينظر إلينا وأصبحنا لا نعرف إلا بالإرهاب. حتى الطفل الصغير في أوروبا وأمريكا لما يسمع إسلام أو مسلم فإنه يعني تأخذه يعني القبضة. فهذا هذا مشكل في حد ذاته. إلى 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 متى سنبقى هكذا؟ إلى متى سنبقى هكذا يضحك علينا هذا الطاغوت السلفي؟ إلى متى؟ هذا ليس إسلام الذي ينشره الطاغوت السلفي، ليس إسلام، هذا إسلامهم هم، أما إسلامنا نحن فهو في هذا الكتاب الذي فيه الشباب المسلم. اسمع، هذا الكتاب فيه في سورة المائدة، قرأ القرآن، قرأ القرآن، لا تتبع أحد، لا تتبع لا فيد ولا تتبع عقلك، تبع أنت متعلم وقاري وتعرف تقرأ وتكتب، الحمد لله، فقرأ أنت بنفسك هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج أي أحد من هذه المخلوقات العجيبة. فالمخلوقات ليست عجيبة، مخلوقات وحشية، مخلوقات غابوية. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة؟ علينا سورة المائدة ستجد فيها العقود، لأن الله سبحانه وتعالى أكد فيها بأن فيها العقود، يعني العلاقة بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يأمرون بالنفي بالعقد. ما هو العقد؟ هو العقد هو الكونتراكت، لو كونترا، العقد اللي بينك وبين الله، الميثاق اللي بينك وبين الله، يجب أن توفي بالعقد. عندك يعني تختي معه ميثاق، يجب أن توفى هذا العقد، مثل مثلا عقد الكلاء، مثل يعني عقد أي شيء، أي عقد. أوفوا بالعقود. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في هذا الكتاب القرآن، كتاب أيها الشباب في سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يعني لا تفسق معها، تتزوجها زواج شرعي، نأكل عندهم ويأكلوا عندنا ونتزوج معهم ونجتمع معهم ونضحك معهم ونهنئهم ويهنئوننا. هذا الكتاب أيها الشباب هو المرجع، يجب أن لا تنزلق مع هذا الطاغوت السلفي. هذا كتاب الله، هذا هي الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، هو هذا الرسول آتانا بالرسالة، وما آتاكم الرسول فخذوه، هو هذا، وليس الخرافات التي ألفوها في عهد الدولة العباسية ويريدون أن يلزموننا بها، وقد نسخوا آيات بهذا التوراة الكاذب، وحرموا الناس من الإرث، ظلموا الناس بهذا الحديث الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب انتبه للتناقضات في المجتمع، أنا تكلمت عن تناقضات، فانتبه. الحمد لله الشباب دارس الآن، والعلوم الآن تدرس، من الابتدائي العلوم تدرس، ولم يعد لدينا أي مشكل. فإياك أن تنزلق أيها الشباب، نحن نهنئ، يهنئ بعضنا البعض، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين أو أي جنس آخر، يهنئ بعضنا البعض، نحن بنو الإنسان، ويجب أن لا نقطع الصلة مع باقي الحضارات ومع باقي الشرائع، ويجب كذلك أن لا ننعزل عن العالم. الشباب المسلم هؤلاء عزلوك عن العالم، هؤلاء يريدونك أن تعيش يعني في عالمهم، لا يريدك أن تعيش مع الناس، وربما حتى لا يريدك أن تركب في المترو ولا شيء. هؤلاء يقولون للناس بأن لا نهنئ المسيحيين بعيد ميلاد المسيح عليه السلام لأننا سنعترف بشركهم. انظر الطاغوت السلفي كيف يعني يضلل الناس. ولذلك أنا قلت لكي لا ينزلق الشباب، لأنه يستعمل بعض الأمور لكي يلعب على الأوتار الحساسة عند المسلمين. وما لنا وما للمسيحيين مع سيدنا المسيح؟ نحن نهنئهم، ما
ويقول لك إذا هنأت فقد اعترفتهم يقولون بأن المسيح ابن الله وأن المسيح هو الله وأن المسيح وأن الله ثالث ثلاثة، ويضللون الناس بهذا الخطاب، ولا علاقة له بتهنئة المسيحيين، لا علاقة له بتهنئة المسيحيين بالبتات. فيعني احذر أيها الشباب أن تنزلق وأن لا يخوفوك وأن لا يرعبوك بأنك إذا هنأت المسيحيين فقد أشركت، فهؤلاء يكذبون، وهؤلاء آخر من يفهم الدين. الشباب المسلم اسمع، الطاغوت السلفي هو آخر من يفهم الدين، صدقني آخر من يفهم الدين هم السلفيون، لأن عندهم العجين، عندهم البطاطس. وعلى الشباب ألا ينزلق مع الأسف الشديد، لأن هناك من يعني هذا الشباب يعني ينساق هكذا. ويعني هذه ذكرى المسيح، الآن ماذا كانوا يقولون للناس؟ بأنها حرام أن تهنئ مسيحي في منابر الجمعة وفي منابر المساجد، وحتى أنهم كانوا يصيحون في الشوارع يقولون للناس لا تهنئوا المسيحيين بذكرى المسيح. كانوا يمنعون على المسلمين ويحرمون على المسلمين ويحكمون على المسلمين بالكفر ويدخلونهم جهنم إذا هنأوا المسيحيين، لكنهم أيها الشباب يأخذون منحة هذه ذكرى المسيح في أوروبا وأمريكا، هناك منحة، فالمنحة يأخذونها، المال يأخذونه، ولكنهم يحرضون الناس ضد المسيحيين لأنهم لا يفهمون الدين. لم يمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يمنعنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع. الأحاديث التي فيها أن الرسول يحذرنا منهم أحاديث مكذوبة، لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالمنكر. الأحاديث التي الآن يقولون لكم أن من تشبه بهم ومن أحبهم ومن هذا فهو منهم، هذه أحاديث مكذوبة، لا يمكن الرسول بأخلاقه أن يقول هذا الكلام وأن أن يحرض المسلمين على الديانات الأخرى. شباب افهم دينك، لا يمكن محمد صلى الله عليه وسلم أن يحرض الناس، لا يمكن أن يترك كلام في الحديث وأن أن 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 ينشر الكراهية في المجتمع. جميع الأحاديث التي تتناقض مع القرآن ومع الواقع ومع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أحاديث مكذوبة، 99.9 من الأحاديث مكذوبة، ولا زالون الآن كيرغيو. هل عدد الركعات الصلاة موجودة في القرآن؟ وما علاقة عدد الركعات بالحديث؟ ما علاقة عدد الركعات بالحديث؟ لماذا يضللون الناس؟ لماذا يلعبون؟ لأن الشباب مقراش، لأن الشباب مقاريش، هذا هو المشكل. لا أصحاب الرياضيات ولا أصحاب الفيزياء ولا أصحاب الهندسة ولا الطب ولا الصيدلة، لأنهم لا يدرسون الدين ولا ينتبهون للدين، ولذلك لما يسمعوا شخص يضللهم ينساقون معه. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يعني أشياء متناقضة في المجتمع يا شباب، يعني يوعى الرسالة التي أتى بها محمد هي هذه. لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يشرع خارج القرآن، لا يمكن أن يشرع شريعة من عنده. إذا شرع شيء، إذا حرم شيء فهو حرام هنا، وإذا أحل شيء فهو حلال هنا، وإذا أمر بشيء فالله الذي أمر به وليس هو. شباب حان الوقت كي تفهم دينك. انظر، الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الرسول أنزل عليه هذا القرآن، أنزل عليه هو. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة رضي الله عنها، كان يأمرها بأن تتزر ثم يباشرها وهي حائض. يا شباب من تقريت الرياضيات، يا شباب لا يضحك عليك الطاغوت الكهنوت الطاغوت السلفي، فإنه جاهل يا شباب، إنه جاهل، إن عنده البطاطس، عنده البطاطس. تصوروا القرآن يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه، الله سبحانه وتعالى أمره، القرآن نزل عليه، ثم يباشر زوجته وهي حائض.
إذن هذا الحديث يعني من قرأ هذا الحديث يعني يجب أن يقصى من المجتمع اللي قرأ الحديث ديال كان يباشر زوجته وهي حائض. أنا أعطيتك مثل الشباب، أعطيتك مثل تناقض الحديث مع القرآن، وهناك تناقض الحديث مع الواقع، وهناك تناقض الحديث مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حديث وجدت فيه اللعن أو وجدت فيه الكراهية أو القطيعة فهو ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون. ثم لا يمكن أن يضيف الرسول شريعة على شرع الله. الشباب، من المستحيل ومن مستحيل المستحيلات أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يضيف شرعا لشرع الله. لا يمكن أن يضيف شرعا لشرع الله، لا يمكن. ولذلك الأسئلة في القرآن كلها أجاب الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول وكأنه يقول سيسألونك، الله يقول يسألونك عن كذا قل كذا. الله هو اللي كيجاوب على هذه الأسئلة، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ولما قص الله سبحانه وتعالى هذه الذكرى لم يقدر أحد على تفسيرها، لأنهم سألوا عن ذي القرنين، من اللي الله أعطاهم القصة ديالو في القرآن ما قدروش يفسروها، ما قدروش. فاتبع سببا إلى مغرب الشمس، فاتبع سببا إلى مطلع الشمس، فاتبع سببا إلى بين السدين. الله قص عليهم القصة بالضبط ذكرى. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وقص الله سبحانه وتعالى ماذا فعل هذا ذو القرنين، ولكن لم يفهموها ولم يقدروا عليها. هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أجاب الله، يعني ابتعدوا، يعني لم يقدروا على تفسيرها ولم يفهموا شيئا. يعني هذه من الأشياء القوية في القرآن، لأنهم كانوا يسألون عن شيء، ولما يقص الله سبحانه وتعالى الأمر بالضبط يعني كانوا يخفون الحقيقة، كانوا يخفون وما يعلمون، لأن عندهم كتب، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم عندهم كتب. ولكن الشباب يفهم الأمور كيف هي، يفهم الأمور كيف هي. يعني هذه الأشياء، يعني لما تجد أن القرآن يعني هذا الأسلوب القوي، لغة الله، القرآن لغة الله، أسلوب القوي بالكلمات والنسق اللغوي بالمسائل، يعني حتى رسم القرآن، هل الهمزة فوق الألف أم الهمزة فوق الواو أم فوق السطر؟ هل امرأة تكتب بالتم مبسوطة أم بالتم مربوطة؟ هم رحمة ربك، هل رحمة تكتب بالتم مبسوطة أم بالتم يعني مربوطة؟ ويجب عليهم، فالخرج ليس هو الخراج، فنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة. الخرج ليس هو الخراج، خطأ. يعني فهذه المسائل التي أنا قلت بأن آخر من يفهم القرآن وآخر من يفهم الدين هو هذا الطاغوت السلفي، لا يفهم شيئا في الدين. لقد علف التراث العباسي وهو يحاول أن يطبق هذا الدين الوهمي الجديد الموازي للدين الحقيقي، لا علاقة لدين الدولة العباسية بهذا القرآن بالبتات. وقد تكلم العلماء عن ذلك وسكت، هناك من سكت. لماذا علماء الكون لم يذكروا ولا حديث واحد؟ شباب، من هنا تفهم الأمور. ولا جابر بن حيان ولا ابن سينا. جابر بن حيان القرن الثاني، راه 120 هجرية. جابر بن حيان قبل المذاهب، جابر بن حيان قبل المذاهب 120 هجرية. الحديث بدا كيتجمع يعني في عهد عمر بن عبد العزيز، بداو تيجمعوا، ولكن ما تألف حتى القرن الثالث عاد تألف الحديث. لكن جابر بن حيان راه القرن الثاني، يعني بداية القرن الثاني، هو مزداد 101 هجرية جابر بن حيان هذا. ثم لا ابن سينا ذكر الحديث، ولا الفارابي ذكر الحديث، ولا الخوارزمي ذكر الحديث، ولا ابن سينا ذكر الحديث، ولا ابن النفيس ذكر، ولا ابن رشد، ولا ابن طفيل، ولا أي أحد ذكر الحديث. من هنا تفهم أيها الشباب، لأن العلماء الكون كانوا يعلمون بأن الحديث مؤلف. لماذا؟ لأن كانت عندهم لوجيك، منطق، كان عندهم يعني بالرياضيات لوجيك، أشياء عندهم في عقولهم، لأنهم درسوا العلوم، كلهم درسوا الرياضيات، يعني كلهم كانوا رياضيات أولا، ثم العلوم الطبيعية، ثم يعني تخصصات متعددة. الآن الناس يقولوا لك يبقى في الأعشاب،
هنا باش تعرف البطاطيس، هذا الشخص اللي كيقول لك يبقى في تخصصك في الاعشاب، هذا حنطوه، هذا اصبح بطاطيسيا. منهم ابن رشد كان عنده 11 تخصص، 11 تخصصا، كان قاضي القضاة ابن رشد. فلماذا الان يريدون ان يبعدوا الناس من الدين؟ اصحاب العلوم الكونيه يريدون ان يبعدوهم من الدين. الدين ليس تخصص، الدين من المفروض ان يتكلم فيه جميع الناس، لانه شاننا جميعا. الدين من المفروض ان يعلم الناس كلهم دينهم. فلماذا لازم ثم البطاطيسيون الحقيقيون لما تقراوا كومنتس لكي باش تعرفوا هذه لكي تتعرفوا على البطاطيسيين الحقيقيين المحنطين يعني درجه خامسه، هو لما يكتب لك الذين جاءوا بالقران هم الذين جاءوا بالحديث. الغريب ان فقهاء مطربشون في الاذاعه وفي الجامعه يقولون للطلبه هذا الكلام، الذي جاء بالقران هو الذي جاء بالحديث، وبين القران والحديث 260 سنه. الشباب يكون عندك عقل وفهم، يعني ليس لانه مطربش وعنده الدكتوراه في الشريعه يخلعك ينتفخ عليك كالهر. عنده البطاطس، لماذا عنده بطاطس؟ لانه درس الامور علفها، وليس درس، هناك درس هناك علف، هذا عمر علف، اما درس فهو يتعمى عن الامور ويفهمها ويستوعبها، هي درس. فالشباب يجب ان تفهم حقيقه الدين، فهو دين يسر ودين سهل، دين سهل. أنا لا زلت أستحي أن أطرح أسئلة، وإلا يعني سيفقدون صوابهم هذا يخرج لهم العقل. ما زال غنرجعوا لهذيك المسائل اللي كيعتبروا هما لا شيء يعني وطاحنينها، هذيك هي اللي غادي نفضحهم فيها. الصيام والصلاة والحج، هذيك هي اللي غادي نطحنهم فيها. هل الصيام الذي نصومه الآن رمضان هل هو صحيح؟ أولا نقطة استفهام. هل الحج الذي يحج الناس المناسك الآن، هل المناسك صحيحة؟ هل هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الصلاة الآن، هل هناك في هذا القرآن ليس هناك قضاء في الصلاة؟ القضاء في الصيام. الله كيقول لك فعدة من أيام أخر. الصلاة ما قال عليها والو، إلا فات عليها وقتها انتهى، ليس هناك قضاء في الصلاة. أنا تسالني الصلاة البارح غنصليها. البطاطس البطاطس البطاطس، لان الكهنوت فهموا بان يعني راه دين الصلاه عليك ان تصليها. العصر العصر ديال امس ما صليتوش، نصليه اليوم مع العصر. فاتتني الصلاه في الليل نجمعهم كاملين. سيدي فاتتك الصلاه صافي، الصلاه الاخيره هي اللي خصك تصلي، وفي اليوم الثاني ستصلي، لان الصلاه قائمه. اذا فات الوقت السلام عليكم، لا قضاء في الصلاة. يعني سنعود سنعود الشباب، سنعود سنعود، لأننا دائما كنعطي واحد شي كلمات باش نخربقهم، عاد نرجعوا الأمور يعني نتكلموا عليها. هذا بحال مثل الروح، الروح تكلمت على الروح في خمس كلمات، وإذا بداوا دابا يعني في التيك توك انظروا ماذا يقول عن الروح. أنا عارف يمشيوا للمصيادة، يعني ماشيين للمصيادة. أنا كنعرفهم بأنهم بطاطس، ولذلك كنجبدهم عندي عاد كنعطيهم. ولذلك الروح ما تكلمتش عليها بوضوح، تكلمت على الروح بأنها علم وليس هذا. وهذيك عندهم الروح نور، لأن بهم التراث العباسي اللي قراوه، الروح عندهم هي كتخرج من الجسم، وهي ليس هناك روح كتخرج من الجسم، لا علاقة للموت بالروح. النفس هي التي يتوفاها الله وليس الروح. وهما الان عندهم حقيقه ثابته، لما تكلمت انا على الروح لا علاقه لها بها، تقول لك انظروا العاد بالهم انا رانا جاهل، العاد بالهم رانا اخطات. ولذلك كنجرهم لهذه الاشياء الحديثه التي لا زالوا لم يكتشفوها، لان اشياء هذه نظره جديده يعني وتفسير جديد للقران وقراءه جديده للقران، وليس اي احد يخوض فيها. ولذلك انا بحال هذاك الطعم اللي كنعملوه العصافير لما نريد ان نصطاد العصفور بالفخ، هذا ديك حبه القمح اللي كنعملها لهم في الفخ، كنعمل كنعطيهم واحد جوج الجملات كنخليهم يتزاكاو عليك يعني كدبوا الاخر، عاد نحش ليه رجلي نقول له واجي هنا. هي مال بحال الاسئله اللي طرحت، ان المراه الحائض ليس هناك رخصه للحائض في القران. ها بداو كيغوتوا ويضحكوا ويستغلوا، ولكن الان النساء ستصوم رمضان. لماذا تقدير المرأة؟ لماذا تصوم رمضان صيام صحيح بدون أي مشكل؟ إذا لم يكن لها مرض، إذا كان لها مرض تفطر، تفطر وتصوم يعني وقت ما شاءت.
ليس هناك أي مشكل. ليه سنعود لأشياء خطيرة، ذهب المرأة وحيلي المرأة، ويعني مسائل اللي شرعوا فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا لعنة الله على الظالمين. حتى حيلي المرأة، ذهب المرأة شرعوا فيه. الناس لا يوجد هنا أي شيء، خرافات الدولة العباسية. ذهبوا المرأة، حيلي المرأة، عملوا فيه العاشر. والمرأة إذا كان عندها ذهب قديم يجب أن تستبدله بنصف نفس الكمية نفس الوزن. أيوه، ها كيفاش تدي دابا ذهب مكسر وتاخذ ذهب جديد بنفس الوزن؟ انظروا البطاطس. يعني لا زال هناك الشباب، لا زال هناك أشياء سنتكلم عنها خطيرة خطيرة خطيرة. سنعيد جميع الأشياء، جميع هذه المصائب اللي شرعوا بها الناس سنعيدها، وغادي نجدروا لها. هناك شيء أشياء ظلموا بها الناس. دابا حتى هذا يعني هذا تجار الذهب أصبحوا يتحرجون. يعني يقولون للمرأة إذا كان عندك ذهب مكسر فاسد وأردت أن تستبدليه بذهب جديد هو نفس الوزن، يود هاي يعطيها ذهب جديد ويأخذ ذهب المكسر، وهو يمشي يطلب. هناك شرع وضعوه، لا أدري من أين أتوا به هذه المصائبات. راه هذا الطاغوت السلفي راه لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلهم يعتمدون على أشخاص لا يتكلمون العربية، كلهم يتكلمون عن فرس وعجم من الألباني حتى ابن ماجه وبخاري وهذه المصائب، ولا لا يعرفون حتى اللغة العربية. ولو وضعوا لهم دين، وضعوا لهم دين جديد، والله لن يبقى. يجب على علماء الكون، المهندسين والأطباء والأساتذة الباحثين وأصحاب الفيزياء والرياضيات، والذين يجب على هؤلاء أن يهتموا بالدين وأن يقرأوا القرآن قراءة صحيحة. وإلا هذا الكهنوت قد فعل فينا ما فعل بجهله، عقل بطاطس، ويضحك على المهندسين والأطباء. انظروا مهزلة. وإن شاء الله لن نترك له شيء، حتى هذه المناسبات لن نترك له المناسبات، لأنهم هما دائما في المقبرة عند الميت، دائما في العقيقة، ودائما في العرس، ودائما في المناسبات، ودائما في المساجد، ودائما في صلاة الجمعة، ودائما في التراويح، ودائما وسوق الخضار وسوق الحبوب وسوق التوب. يعني معمرين الدنيا، هادو يعني مالئين الدنيا في كل بلدان، في المغرب والجزائر وتونس. تونس بدأ الحمد لله، تونس تخفت شوية، تخففت شيئا من الكهنوت، لكن المغرب والجزائر مصيبة. مصر والمغرب والجزائر، مصر مصيبة مصيبة. يعني سوريا والعراق هذو كان الله في عونهم، هذو سوريا والعراق كان الله في عونهم، أكلهم الطاغوت السلفي. ولكن هذه البلدان إن شاء الله ستتحرر، لأن الآن أصحاب العلوم الكونية من مهندسين وأطباء وأساتذة باحثين في العلوم الكونية في مصر والمغرب والجزائر إن شاء الله، في تونس كذلك. في تونس كينين يعني كينين تنويريين صعب، في تونس كين تنويريات، كين تنويريات نساء في تونس، وسيكون إن شاء الله خير. فعلى الشباب أن يبدأ من الآن يوعى، ويبدأ من الآن يستخدم العقل، ولا يبقى ينزلق مع هذا 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 الكهنوت السلفي هذا. وأنا قلت بأن جميع المناسبات سنبقى إن شاء الله، وسنبقى البارحة واليوم وغدا واثنين إن شاء الله في هذه المناسبة هذه، حتى يهنئ المسلمون جميع الناس، وحتى يقبلوا التهنئة من جميع الناس، وحتى يلعب أطفال المسلمين مع أطفال المسيحيين وأطفال جميع الديانات. سنبقى هكذا. وعلى المسلمين في إيطاليا وفي إسبانيا وفي أوروبا وفي أمريكا، على المسلمين أن يراقبوا يعني هذا الطاغوت السلفي، لأنه شوه المسلمين وشوه الإسلام. منحة نويل يعني منحة يعني رأس سنة، المنحة المال يأخذونه، لكن أن تهنئهم لا، حرام. هؤلاء يعبدون المال، هؤلاء يعبدون المال، هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، هؤلاء يكذبون على الناس. فانتبهوا جيدا إن شاء الله، وسنبقى معكم. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.